وظفك؟ ما وظفني. انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيي قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية، متعلم ما في مثله. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، لو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. لك شعر انت وياك يعني شنر حالي عميله مش خفيف يا استاذ عادل. لا شو عم تعمل هلا؟ ابو عبدو عم تبرحش المرحله، عم تشوف عم شوي كمان عم تشتغل مثل البلدين بيروت نعمل لاجالك وعم تحفتر بالكمبرسر. شو هيدا يا ابو عبدو؟ لك شايف لك شايف هاي عم شو بكي؟ قديش شوفي قديش الحراره انت شوفي عم لك هيك؟ لا انت بتقسى ايه؟ 37 ونص. لا شو 37؟ هيدي 7 ونص. ايه 7 ونص وزياده. شو بدك احمد 7 ونص هي مضبوطه. بعد ساعه بعد ساعه بتطلع. لا ما بتشيل على سليمه. ايه الله يسلمك. على سليمه مش مهول بس عذبناكي معنا يا استاذ عدن. هون المستشفيات هلا مش مثل اول، الاجهزه من المستوصفات كان احلى بكثير. هون بس لا بتحكي سي بتحكيك بنبر. قلت لها بدي ارجيله، ما كان جيب لي ارجيله. ارجيله؟ اوكي. ايه شو بدك؟ معقول ارجيله بالمستشفى يا ابو عبدو؟ ما صار لها. شو نحن عم نبلعهم عم نفخ دم فيخ يا زلمه. معنيك النهار الممنوع الارجيله. شوي 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 شوي. اخ دخيلي لك مين؟ ايوه تفضل. لك بحبه كثير. هيدا تفضل عباس. استاذ عباس لحظه. الله يخليك. تعطينا بمشي ما بدي لك بوسك. لك العينه مش صغيره. بوس ابو عبد. العينه مش صغيره كثير يا استاذ. لك بوسك حي انت وياه. ما في غيرها هاي الاوضه؟ في غيرها مسعج كثير. لك يا استاذ عادل احلى شيك طلع لك معلومه ده مش اصلا ما يطلع لك شي واحد معرف. لك في اعرف منك انت ولك يا ابو عبد. شو حصل علي انا؟ طيب بحبك كثير. هنا بس شو بدك؟ شو صار؟ خير ان شاء الله. طمنا. تسمم السعج. عندي تسمم. شو اكل؟ شو اكل؟ سلامتك. اكل؟ ايه ما راح اقول لك شو اكل. استاذ عباس تعال لك شغله. حطي بدك شيء عايش شيء انا بخدمتك يعني ساعه اللي بدك اللي يعني عم بيوصلوا لعندي ابو عبد. عندي الشين الجديد. بدك تستعمل الشين الجديد انا بعطيك اياه ما عنديش مشكله. خلي فيك تخفف هالاحرف تبعولك اللي عم يطرطشني لهون. لك هلا بجيبوا لك شاوره بعد شوي. انا حطوا لي شاشه هذيك الساعه. انا حسيت حالي انه عم بلش نفسي عم تدوخ هيك وشاشه. بدك انا نطلب شمسيه هلا؟ ليش؟ خفف هالكلام. ما بقى يا خي لا تحكيني ولا احكي. شو الحظ اللي علي انا من كل المستشفيات ما يطلع لي الا الاوضه؟ محمد طيري تعطينا ماوسه. تعطينا ماوسه. تعطينا ماوسه. بوسه ابو عبد. بوسه. بوسك حيه انت. بوسك حيه. اذا بتريده بتروق شوي اعملوا معروف. تفضل تختمك. هيدي مثلا نخشي هذيك مش نخشي هذيك. خليه بس بليز ما تحركوا. راح اعيط الحكيم وراجع. في شغله خالد دموع. هيدا ال ما هيدا اللي شو هذا؟ هيدا اللي بتاع ال انت يا بتاع ال لك شو هذا؟ هذا شو لك شو هالميزان الحراره؟ شو طعمته هذا؟ ايش طعمته هذا؟ عم جرير هذا كان اجلك بقفه لابو عبدو. معي بواشير. بواشير ما تعترش. هم بواشير ما في شيء. يس بلش يبزع. لك حاج بزع ولك عرفنا يا زلمه. لك العبا بقلبك انت ما بيجي من وراك الا البلا. وظف خي لوين بدنا نهاجر هلا نحن؟ الواحد اذا في عقل براسه بيهاجر على جرينلاند. شو ها جرينلاند؟ ارض الخضار كلها حشيش. اوه حلوه. حشيش وما حشيش وكذا. بس بعيده. بعيده. واذا بدك تروح على جامايكا. جامايكا شو؟ جامايكا سانز الكول. جامايكا حلوة بس بعيدة. طيب ليك؟ إذا لفينا لهون. أيوة. شو رأيك ببيلاروسيا؟ بيلاروسيا؟ بيلاروسيا وشرب ميتها. بيلاروسيا. إيه بيلاروسيا خلاص. شيلها لروسيا. أوكي. أنا رح أقول لك وين بنروح. وين؟ أفضل شيء بنروح على تركيا. مع جبنة؟ Ha 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 ha!
انت بقيت شو بقيت؟ هدي 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 استعرت الى الابد. ليك خيي شو رايك ب بلغاريا حلوه؟ لا بلا بلغاريا لا وبلا حلوم وبلا عشقوام وكذا. هدي ليه؟ صوفيا. صوفيا صوفيا منيحه. صوفيا يا لبن. حلوين. هلا اذا بدك نطلع هو بدك مزبوط فينا نسحب. ايه لوين؟ لوين؟ على الروايه دغري. على كياف. حلوه كياف. حشيشه الكياف. حشيشه الكياف. لا سالك مليح ولع. طيب اذا جينا هيك الفاينل وين الواحد بيقدر يحشش بحريه؟ بحريه؟ بدك تحشش بحريه برواق. كينيا. ايه كينيا هونيك الحشيشة بين شجر الكينيا ما ضل. خلص تخيل اذا شيء نطلع صوب المغرب. المغرب؟ بزر المغربية حلو. ايه طيب البزر المغربية معنا بتضرب دوبل. بس ما كنا بالمغرب لو شو بترجع تروح على المغرب؟ مزبوط. وين بدك تروح؟ انا رح اقول لك لوين؟ افغانستان. شو الافغانية طيبة. ايه بس طوشي هونيك الله شو قلنا بافغانستان. خيي اقترح انت انا ما عرفت له باب. خيي بنروح على يحيى لقيتها. وين؟ بورما. بورما؟ ايه شو في بورما؟ بورما ولو بورما بجوز. بلا البورما كلها. بلا البورما كلها. يا خيي خلص شو؟ شيلها من هون. ايه ليش نحن ما منهاجر على البقاع؟ عفاك ولا حول بقى شو بده فشخه 45 دقيقه بتكون هون. مظبوط. ولا طالعه طياره ولا نازله طياره ولا ناطر بمطار وممنوع التدخين. صحيح. من هون للبقاع بتسحب لك سيجارتين ثلاثه وبتوصل بامان. بدها فيزا؟ لا ما بدها فيزا بنروح بالفان. طب يلا دور دور ضب الشرق ضب الشرق يلا شري تفيد يا ندم. شو بيجي بيقول لي قال قطعت لعندك من يومين كنت مسكر. انا نهار الاحد عم بفتح. مع انه انت معلم عادل ما بتسكر ابدا. ها ما عم شو عم نحكي نحن. بس شو القصه هلا طولاني منيح الدقن. ايه والله قلنا هيك فتره ما حلقين. اوف. طب هالايام وين يعني؟ والله بيع الشغل بيع الشغل ما في شيء يعني معين. والله بيت شغل شغل بيت. والله احسن شيء يا خي. يا حرق اختها الدنيا كيف صايره. الدنيا صعبه صايره. ايه والله ايه والله. ليك معلم بشرفك بس انتبه ما هي يعني خفف ايدك شوي. لا 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 ما في خوف مع المعلم عادل. بس لحتى نحن قاسي دقني. ايه كثير 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 يعني ورق زيت صايرة كثير هالقد. ويلا هيدا اخر وجه. اوه هيدا المعلم عادل اللي بنعرفه. نعيما الله ينعم عليك معلم. ليك شو شو حاسس هون تركلي حرامية يا زلمة. اه ايه مزبوط والله ما انتبهت لها هذه. خلينا نشيلها لحظة. ها يسلم ديتك معلم. بس هاي الدقن ما لازم تنترك بقى هيك هيك كانت هالقد. خلص ولا يهمك. يلا مرحبا. اهلا. للبيع السيارة؟ ايه للبيع. هذه خي اي موديل؟ 2004. والله. طيب كيف موتورها منيح؟ جديدة 2004. جدا؟ ايه مش ماشي كثير هيدي. قد ايه ماشي شيء؟ ماشي ماشي شيء 3-4000. شو عم تحكي؟ جديدة ايه. عليها ميكانيك ما عليها ميكانيك؟ لا لا كله مدفوع. عم تحكي جد؟ ايه والله. طيب شو ما بسوقها لانه. اه والله. طيب شو مصرياتها يا معلم؟ والله بصراحة يا خيي أنا بدي فيها تقريباً شي 6000. 6000؟ خيي بدي سافر مهاجر لأنه ما عم ببيع كل شي ما عم خليها يعني. اشتريت معلم؟ أكيد. إيه اشتريت؟ اشتريت؟ مبروك عليك. الله يبارك فيك.
طيب بس بدنا ندفع رعبون اذا في مجال. موجود الرعبون لانه 6000 سعره محروق. يعني في واحد اجى شافها بشوي وقال لي بده اياها. عندي خلص ما ترتبط مع حدا. هلا بعطيك قد ايه بدك رعبون؟ قد ما بدك بس لحتى هي بس قد ايه بدك؟ ما انا عم دور على السياره. قل لي قد ايه بدك؟ $300. 300؟ هاي 300. نحن اليوم السبت لانه سكروا النافعه سكرت. ايه اذا شيء تنين ننزل اذا بدك لقين. انا بيتي هون بالاول. اوكي لقيني انت اذا بدك الساعه 9 قدام النافعه. ايه وبنسجل دغري. اوكي حبيبي خلص انا التنين الساعه 9 نلتقى انا وياك. شو الاسم الكريم؟ عباس. عباس شرفنا. حضرتك جهاد. اهلين خي جهاد. خلص ماشي حبيبي انت يلا مبروك عليك رح تاخذ سياره كثير مضيفة. الله يبارك فيك بس ما تنساني التنين لانه بدي الاوراق وبدنا نسجل. ايه لا خلص انت بس جيب تذكرتك معك. ايه طبعا عندي اياهم كلهم. خلص يلا مبروك حبيب قلبي. حبيبي الله يوجه الخير. الله يديمك. يعني النصيب بس بده يقطفوا الواحد بيقطفوا. طبعا الله يديمك. هاي سياره كثير نظيفه حبيبي الله يخليك يا رب. لا منيحه شوي ريس شوي لا ما تريش اذا بتريد. ليه ما بدي ريشها؟ يا خي ما تريشها ما بدي ريشها حر. شو خصك انت بدي ريشها؟ لك يا خي كيف شو خصك انت؟ ما بعدني شاريها انا السياره. شو شاري؟ ما سيارتي هيدي. لك هلا بعده واقف واحد هون اسمه جهاد. مين هو هذا جهاد؟ بعنا اياه ودفعنا له $300 رعبونا. والله اول مره بشوفه بحياتي بالحي هون ما بشوفه اصلا. لك شو اول مره ما بيته هون؟ لك ما بيته شيء منه من الحي عم بقول لك. وليه؟ ليه جهاد؟ وقف لقول لك وقف. ليه وقف؟ انا بفرجيك وقف تعال هون. ولا وظف يا حبيبي شو بدنا نعمل بلاي يا عباس؟ شو بدنا نعمل بلاي؟ ما بعرف لوين رحت وتركتني؟ لوين رحت؟ ما عم صدق ما عم بقدر صدق ابدا. يا ديهان شبابه لك يا ديهان شبابه زهرك انزهر لك. بعتقد انه هيدا الطلب. هيدا هو تمام. شو؟ هيدا ذوقك؟ ايه بروفا منيحة على ذوقك. خلاص؟ خلص هلكنا. بس في شغلة هيك مزعجة. شو؟ في هاي الخشبة هون انا خايف بعدين تقوم تعمل لي ديسك. استاذ هاي منظبطها قلت لك هيدا لانه هيك مثل فلين مقوى. هيدا انا برجع بنجد لك يا خيي طريني اياها. خلص خليها يرتاح عليها بعدين. اذا بتزيد برك شوي القطن بقلبها المسكه فيك تغير له المسكه لانه عم بحس هيدي هاي اي خيي نكعتني عم خايف بعدين تقوم تضايق. يعني مش معقول شو نيقه انت. مش معقول شو نيقه بيرتاح هيك بلكسي بيمشي الحال. بس بشكل عام مريح. هيدا هو هيدا هو جزل لي اياه خيي الله يخليك. اهلا وسهلا. قوم بقى يلا هلكنا. صرنا بجاردين 16 تابوت يلا عجبا. خلص منيح مبروك. اللون بيتغير. قد يا ابو القاب حشيش. العب 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 يا سيدي. العب 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 يا روحي. لعيب حريف قوي عدل. عدل شو؟ هيدي شغلة كتير مهمة. قتل الحشيش هيدي كمان البزر. البزر كتير ضيفة. قتل البزر كتير ضيفة. لذيذ كتير. بس عادل إذا عارف يبين إني عم حشش يا زلمة فارقة بتعملنا شي مشكلة شغلة. أحلاك بس تحشش جاي بتعرف. بيك شو بدي أعرفه إنه عم بتحشش؟ فبيك طلع على البقاع. على البقاع بس غير فارقة عارف يا زلمة بتعملنا شي مشكلة شغلة. جايتها منيعة كتير هالبزر يا. فتح الباب جابي. فتح الباب؟ مين معقول يكون؟ عادل؟ سمعان؟ يابي؟ بابي بابي يا بكيري ممكن أعرف شو عم تعملوا؟ عم الحشي سمعان يا جايبه معه لهون على البيت وقال لي جيب لي هالبزرة ومدري شو ليه مش أنا انتبه كمان عم بتحششوا؟ ليك يا جابي أنا بعرف مش الحق عليك. أنت ولد منيح. هيدا الحق على عادل المنزوع اللي عم ينزعك. فوت قدامي هلا دغري على الاوضه حسابك بعدين. وانا هلا حسابي مع هيدا المنزوع عادل. لك لك علي بتعرف شو عملت يا عادل؟ شو؟ عملت لي مشكلة يا عادل. جيب مي 5 على الاوضه يلا على الاوضه. شو سمعان؟ عادل انت واحد منزوع يا عادل.
شو بك لو سمعان؟ لحظة لحظة ليك قبل ما تبلش تشمط لي دينتي وتمغط لي اياها خذ مجي هدي مجي شو هيدي هيدي خلص دخن سمعان دخن حلوة يا طيبة ليك يا عدل شو سمعان؟ لك 100 مرة صرت قايل لك يا عدل ما تزعل ابني كيفي شو ما بدي ما يعني انا حبيتك كثير انا حبيتك كثير حبيبي يا سمعان حبيتك شو هالبزرعين نظيفه انت ها طب انت كمان جاي من البقعه وايدك فاضيه العب 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 اعطينا تجربه يلا اعطينا ليك يا الفونس نعم مسيو لبيب الله ينعم عليك يا مهذب انت بتعرفني اني اخلاقي ضيقه ها وراسي ما بيحملني نعم مسيو لبيب منين طلع لي بيك بهالبنبوقه هلا يعلمك موسيقى ما عم بفهم شو يعني بنبوقه مسيو لبيب يعني منين طلع لي بهالتوحيمه بابا منو حبلي مسيو لبيب لك شو خص هلا ما تبلش لك يا الفونس انه شو خطر على بالي يعلمك موسيقى انت لا تنس بتلعب ولا ما بتعرف تعمل شيء لانه في الانيفرسير تبع صاحبي غريغوار وبدنا نروح لهوني كلنا ندق نكون ميوزيسياني مسيو لبيب اوكي انا لو ما بيك الخواجة غاستون ما بعلمك هلا ها اوكي مسيو لبيب عاد يلا هاي الطبلة شوفي شوفي عم تطلع طبلة مسيو لبيب طبلة مسيو لبيب بسم الله ليك وصلت لهون ها رح تطلع من تمه شو هي مسيو لبيب الكلمة بس هاي قطة جاية هدي هاي لشو اول شيء هاي الدربكة اللي اسمها نعم مسيو لبيب اوكي هاي لتتعلمها مزبوط نعم مسيو لبيب بدك تحطها براسك الفونس اوكي مسيو لبيب برافو عليك برافو عليك شو هيدا حطيتها براسي مسيو لبيب شو هي اللي حطيتها براسك عم نقول لك بدك تحطها براسك نزلها بدك تحطها براسك بمعنى يعني انه بدك تركز عليها مش تحطها هيك براسك اوكي مسيو لبيب يلا حط ليه مفنجر فيها هيك؟ ما عم بفهم عم ركز عليها مسيو لبيب عم تركز عليها؟ ركز عليها يعني ركز بالعزف عليها يلا دق لشوف دق عليها تفضل شو دق عليها وبدق لاتا شو لاتا مين؟ اوبن ذا دور لك اي دور يا طور اي دور الحمار انت هيك ولا الفونس بتقول حمار مسيو لبيب لا انت عم تخليني اقول حمار ادق الباب مسيو لبيب لك انت دقات على هاي دقوا عليك هاي انت دقات عليها حطها لشوف هون ضرب لي يلا نشوف كم شغلي عليها هيك قصم اعطيني تريمولو لك تريمولو ما بتعرف شو يعني التريمولو نو مسيو لبيب ما بتعرف حمار منين بدك تعرف رش يعني رش عليها رش عليها رش شو برش عليها ملح مسيو لبيب رش عليها ملح العمى ياكلوك الحقيقة بلا ملح ولك رش عليها هيك يعني هاي اسمه التريمولو اوكي مسيو لبيب تفضل رش لشوف حرك لي هيدي دبدبه اسمها يا الفونس هيدي دبدبه اسمها يا حمار هيدي هيك 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 هيدا هو شيلها هيك من ايدك بوجور لي غارسون اهلين اهلين بوجور بابا كيفك بابا اهلين خواجة غاستون كيفك مسيو لبيب لخي انا منيح يا خيي بس طالما ابنك لك منين تعطي لي بهالقصه بدك تعلمه موسيقى منين هيدا ما بيتعلم شيء طلعني من ثيابي بابا نو انا ما طلعته من ثيابه مسيو لبيب يعني انا ما شلحتك بالزلط مسيو لبيب لمين عم بيقول انك زلط وما زلط يا حمار ليه عم تقول هيك عم بقول انك عوفتني حالي عيب كيف بدك تعلمه هذا ما بيتعلم خيي مسيو لبيب بركي انت طريقتك بالتعليم مش مزبوطه لك كيف انا ماني طريقتي بالتعليم مزبوطه انت بلك يا غواجة غاستون ما بتعرفني انت كمان هلا انا بقول لك رح علمه انا على طريقتي شو دي تريمولو مسيو لبيب شو هذا تريمولو شو دواء هذا دواء انت كمان دواء تفضل شو بدك تعلمه تفضل بنعلمه على الكيبورد انعم واكرم انعم واكرم على الكيبورد بدك تعلمه هو شقف الطبل ما يعرف لك كيف مفنجر في ليك برام لهونيك بابا وي بابا ما بيعرف ده ما تعذب حالك انا بعلمه على طريقتي ليك بابا وي بابا هيدي شايفه كلها الابيض والاسود اوكي هدول كلهم مقسمين بشكل اريتمتيك اوكي بابا انا خبرتك عن الاو ايجال ام سي دو تبعت اينشتاين وي بابا شو بدك فيها هيدي الشيء اللي على جنب اوكي بابا ليك كيف مقسمين هو سينوس دو اكس ايجال ايغريك اس سور 3 بلس كوسينوس دو ايغريك اوكي تلاقي التانجنت دو اكس هي الفاريابل البيتا اللي بدنا اياها لك هي بيتا وهي ولا صعبه هيني كثير بابا يلا فرجينا
شو هي الهيني انت كمان؟ خلص معه اتحفنا لنشوف تفضل. العمى العمى بقلبك العمى شو هيدا؟ العمى عم بحلم يا لطيف. الله 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 برافو يا لطيف. برافو 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 يا لطيف. مشو لبيب سؤال صغير. نعم. ملاحظ شغلي انه يمكن انت تكون مش عم بتعلمه او بتعلمه غلط يا خي. ايه بس ما هي القصة منا هيك. هي صعبة. انا بقول لك شو هي القصة. شو القصة؟ القصة انه مش الحق عليه لابني، الحق على الحمار اللي عم بعلمه. شفت انك حمار مسيو لبيب. ما تقول حمار ولا مركب راس حمار مسيو لبيب. العمى بيقل العمى هيك كيف طرقني فيها ولي عم كرم كر ولك عرفنا يا زلمه. لك العمى بقلبك انت ما بيجي من وراك الا البلا. اريف اريف انه بلش بنزل كثير اريف انه بلش. خلص منيح مبروك. اللون بيتغير خي شو يا الله. اللون بيتغير. اللون بيتغير مش عارف. هيك عمل له هيك بابي بابي مع هيك مع هيك بابي بابي. شو عم تعمل هنا؟ اوكي يلا سامع مين قال لي بكيها يا شيخ؟ اوكي رولينج على الوان. اوكي رول. ما تقول حمار ولا مركب راس حمار مسيو لبيب. العمى بيقل العمى هيك كيف طرقني فيها ولي عم كر مكر. مسيو لبيب مركب راس حمار. وصفك ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف، صاحبته توصت فيي قعدت حد وشرحت له